سلام الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي داير مع الصحة؟ كي دايرة العائلة ديالكم؟ كي دايرين نتوما؟ بزاف اش كتعاودو؟ الحمد لله. انا غادا عند واحد المرة صاحبتي كنعرفها شحال هذا. المهم غادي عندها لقاش دارت واحد اكسيدونت، ماشي بزاف، اكسيدونت بسيطة الحمد لله، خرجت طريفة على خير وبخير. دابا غادي نمشيو نطلعو عليها انا والبنات صحاباتي اخرين، غنمشيو نطلعو عليها نشوفو شنو سميتو، ونطلعو عليها في سبيل الله. وصافي بنادم راه عرفتي، مع بنادم تيمرض وبنادم تيطيح، بنادم خصك تطلع عليه كيما بغا يكون. ايوا الحمد لله، هي دي هي الحياة. وانا يلا غادي نمشي عندها، هي دارتها المهم شي سيمانة هادي ونص باش دارت قصيدة. السيمانة هادي دابا باش دارت قصيدة، وانا يلا غادا عندها انا والبنات وفراسي، وهدرت معاها وكل شيء. وملي قالوا البنات بغا يمشيو عندها، قلت لهم صافي نمشيو كاملنا كاع، ماشي نتقطعوا عليها، اللهم نمشيو كاملنا. ايوا هادشي اللي قلت، انا قلت يلا غنمشي عندها نشوف. مشينا نشوفها حتى هي ونشوفو من بعد ان شاء الله نشوف شنو كاين. درت واحد انسبراك على حساب عييت من الدار وعييت من سميتو، نشوف مع الطبيب يعطيني واحد 4 سوايع انا نخدمها، مره في السيمانه مره في هكاك السيمانه، ما نبقاش في الدار. حتى الدار كتجيب ستريس وكتجيب الالام وكتجيب قلت العفه، الا بنادم ما عنده فلوس ما كيبغيش يخرج وحده. وهنا الا ما عندكش الفلوس راه ما يمكنش تمشي وتهزي شي حاجه، ولا هنا بالكريدي، وهنا ما كاين حتى شي حاجه بالكريدي، هنا كلشي هاك وراه ما فيه حزاره، هادشي اللي كاين. دابا غنشوف واحد على حساب شي حلوه ندزتو، غنشوف واحد اخر في القدام، نشوف شي طارت معايا نديها. ايوا هادي هي سنة الحياة، هادي هي الدنيا. يمكن هنا فين كاين، يا ربي يكون محلول، يا ربي يكون محلول، يا ربي يكون محلول. يس محلول، اخر لحظة هذه هي الحلوة اللي خديت، ولكن ما زلت من بعد تشوفوها من الصواب. بسم الله المهم خديت واحد التارت كبيره فيها نص بالشوكولات والنص بالفروي. فيها الفروي هما التفاح والبنان وداكشي، فروي هو ديسير، نص نص وملصقه. هذاك ماشي تقولوا هما دايرين وحده، ولكن دايرينها واحد التارت وقاسمينها، ماشي قاسمينها بالموس، مخلينها هي هكا دايره، داروا نص بالشوكولات والنص بسميتو. الى من بعد نحلها وتشوفوها، تشوفوها كي دايره. او ليلى كنت عند المراه، ما غاديش نصور الناس، ما غاديش احتراماتي، غادي نصور لكم على الحلوه وصافي. هادشي اللي غنصور لكم، انا ما كنبغيش نصور الناس، انا حقاش كل واحد الله يحسن العبان، وكل واحد راه ما كيبغيش اللي يصوروا. انا كنتمنى انا باغي واحد المره تدخل حتى هي مسكينه اليوتيوب، كنتمنى الناس يدخلوا، انا ما عنديش مشكل، وما كان غير من حد وما كان حسد حد، كل واحد الله يحسن العبان، كل واحد الله يعاونو، كل واحد وحياته. هذيك هذه هي الحياه. ايوا شنو نقول لكم، كنبغيكم وكنحماق عليكم. لايكات لايكات، ما تنساونيش من التعليق، تنساونيش من التعليق، بغيتكم لايكات لايكات. والحبيب ديالي انا
ديجا كنت هضرت لكم على المغرب، على الطياب. الطياب هو ما كانش محسب من محسن من الطياب المغربي. الطياب المغربي ديما كنفضله، وانا ماشي كنقول لكم على هذا الشيء شي حاجه ولا سميتو. انا وقعت لي مشكله في البطن ديالي دابا الان، دابا انا الان بقى كنعالج البطن ديالي. انا المشكله عندي ما كنبغيش ندخل داك التيو، كنبغيش ندخل التيو. مشكله هما كيقول لك التيو، انا ما كنبغيش ندخل التيو لحقاش وقعت لي فيه مشكله في داك التيو. مشيت ما نموت تخنقت، ما عنديش تنفس، وقعوا لي مشاكل بزاف. ودابا الحمد لله انا متبعه دواء العرب اللي متبعه، كنضحنو وكنشربو. من بعد الا وليت لاباس وحسيت براسي وليت لاباس، انا غنحطو لكم في اليوتيوب ان شاء الله. الا وليت لاباس وحسيت راسي بريت من المعده وبرت من دوك المشاكل، غادي انا دابا يلا وليت كنشربو، وليت كنطحنو مع العصير. المهم ما غاديش نقول دابا حتى نكون لاباس. ملي نكون لاباس ونحس براسي انا تحسنت، ما تلتش كي كنت، هذيك ساعه غنحطو الناس في اليوتيوب باش يعالجو بيه حتى هما ريوسهم. لحقاش انا المعده ديالي دخلها الميكروب، الميكروب ديال سميتو. دابا داكشي فاش شربتو 3 ايام هادي كنحس براسي الحمد لله. داكشي اللي كنحس ما تيش كنحس بالدوخه، كنت دوخه بزاف. وهنا عرفتو السبيطار ملي كتمشي ليه كيبداو عليك عاد الدويان 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 الدويان. هادي كتبري حاجه وتزيدي في حاجه، تبري حاجه وتزيدي حاجه. دابا انا درت هاد الدواء وما بغيتش نقولو حتى نلقى عليه راحتي. لقيت عليه راحتي غادي نحطو للناس، ما لقيت عليهش راحتي ما غاديش نحطو. ما نكذبش على الناس، حيت الحاجه اللي غتحطيها خصها تكون ديالك بصح، ماشي ديال الكذوب. ماشي نجربها اليوم نفعتني دارت لي فعلت لي. الا مازال ما حيت كاع الا جربتي واحد النهار كتكوني ربما تكوني محسنه مع عند الله ربما، ما نعرف. المهم ما نعرفش، المهم ما نكذبش عليكم. اش غنقول لكم، مع كنسوق وكنشوف في الطريق ما كنشوفش بزاف الكاميرا، سمحوا لي. غتسمعوا الصداع ديال الطوموبيل. اش غنقول لكم، انايا ما كنبغيش ندير شي حاجه اللي ما جربتها في راسي، حتى نجرب في راسي شحال من حاجه عاد نعطيكم الراي، عاد نعطيكم. كنت خارجه وجاتني هذه بالسرعه وقفت. المهم ما غاديش نزرب حتى نعطي راسي جوج سيمانات عاد نقول لكم هديرو وهديرو. راه لقيت عليه زعما الراحه. واللي بغى بلا ما نحطو بلا ما نحطو، واللي بغى وسمعني انا تحسنت شويه ممكن يديرو حتى هو. ممكن يقول لي يصيفط لي ميساج، يصيفط لي يكتب لي في التعليق ويقول لي راه انا بغيت هذاك الدواء عافاك كيف اشنو ونوري لكم. ما كانش مشكل، انا ما عنديش مشكل في حتى شي حاجه. المهم دابا مازال ما غنوريه لقاش انا يلا 3 ايام هذه باش سميتو. ولكن عطي شحال نقول لكم، داكشي اللي كيخوي ليا من كرشي لا حول ولا قوه. عرفتي كرشي ما نكذبش عليكم طواليت كل ساعه. انا بعدا ما كنتش كندخل بزاف مره في النهار. دابا وليت طواليت كل ساعه طواليت، وكنخوي اش غنخوي اش غنقول لكم، كنخوي بزاف داكشي. كانت فيا 101 كيلو، والله العظيم 101 ها 101 عرفتي شنو 101 101 كيلو. والمهم تبعت هذاك هذه 3 ايام. تصوروا اخوتي كي تصبح ليا كرشي، والله تقولوا كرشي ما كانتش منفوخه، تقولوها ما كانتش منفوخه، ما تقولوهاش هذاك العجب كان فيها هو ملي متقل ليا كرشي. انا كنت كنحبس صافي، كنحس بالنفس كتمشي ليا. ايوا الحمد لله ملي تبعتو لقيت تحسينات ها وحده. لقيت الراحه التامه. ما كنفطر دروكا في الصباح، ما بغيتش نبقى حيت صافي قلت باش نبرا مزيان نعطي لهذاك الدواء تا هو الراحه ديالو. كنفيق في الصباح
ناكل اي حاجه بغيتها كناكلها. بعدها كنجلس شويه، ما بغيتش نسبق شي حاجه حاره للمعده ديالي حيت كتبري شي وكتادي شي، اي حاجه حاره اي حاجه كتمرضي المعده ديالك. اذا سبقي ليها شي حاجه، سبقت شي حاجه كناكل اللي كنشرب هذاك الدواء كنطحنو كنشربو متبعه مزيان. دابا الحمد لله كنحس بشويه تحسين شويه، ماشي غنقول لكم انا حسيت واو واو واو، لا لا مازال ما نقول لكم واو، تنحس بالمعنى الكلمه باللي انا صحيت وبريت وما بديت نحس بحتى شي حاجه. هذيك الساعه اللي غنقول لكم واو واو، دابا لا، دابا مازال، دابا 3 ايام هادي لا مازال، باقي كلشي كتنفخ، باقي كلشي كتصايب، مازال ما زعما ما نكذبوش على الله. انا مع كنت فاتحه الكونسير، انا ما غاديش نكتب عليكم، انا كنت فاتحه الكونسير وما نقدرش نوريكم البطن ديالي، عندي الفتح من هنا حتى لهنايا حيت حنا المغاربه ما نقدرش نوريو شي حاجه اللي تحت الجسم، ما نقدرش نوريوها. المهم انا فاتحه من هنا حتى لهنايا، من الخوا حتى للخوا فاتحه لقاش. شنو غنقول لكم، كان عندي كونسير خايب، تيمور الخايب، كان الشعر ديالي طاح لي كله، كان خوالي هنا وهنا، راه كنت ديجا عاودت لكم في واحد الفيديو قلت لكم راه كان عندي كونسير. الحمد لله دابا انا فتحت من 2009، اليومنا هذا كنحس بالحمد لله الحمد لله الحمد لله. الكونسير ما كيجيش يجي ويجيكم هكذاك، راه كيجي بالمشاكل، كيجي بزاف د الحوايج، ماشي كيجي الكونسير وكيجي البنادم. الكونسير كيجيبو المشاكل، المشاكل اللي كيجيبو الكونسير. المهم انا كان في ايام اللي كنت صغيره وما عارفاش، وصافي فاش قربي زعما يتفجر سرح لي في كرشي كاملة، سرح لي انا في الكرش ديالي، سرح لي كاملة في كرشي. دابا الحمد لله الحمد لله على فضل ربي، 2009 فتحت رجعت من الموت، هاتي بفضل الله، بفضل الله الحمد لله. اللي كيرجع بنادم من الموت راه كنحس بحال تكتبت لي حياة اخرى جديدة، والحمد لله. المؤمن هو اللي كيذكر الله، اي مرض جاك راه ماشي جاك وجاك هكاك، وهذا كيمتحنك سيدي ربي واش مقابله به ولا ما قابله به. انا كان ملي كان فيا الكونسير انا كنت كنضحك ما عنديش مشكل، كيقول لي الناس او فيك هذا المرض وكتضحكي، كنقول واش شنو غنبكي، هذاك الشيء عطاه لي الله ديال الله، نهار يبغي الله في اي لحظه في ضغمات العينين حيدوا لي الله، راه في ضغمات العينين حيدوا لي الله. انصرف من الحق بقيت فيهم، كاين كيشوفني كيبدا يبكي وانا ما بغيتش هكاك، كنقول لهم كنقول ما تبكيوش وما تبقاوش ديروا لي هكا، راه انا كنمرض، ما تبقاوش ديروا لي هكذاك، خليوني كما انا، خليوني كما انا كنضحك كنلعب. حيت الدنيا هادي هنا بقات ما غاديش نبقى هزه شي حاجه في قلبي. المهم عطيت الفرصه لراسي، هذيك علمتني الحياة بزاف، هذاك المرض علمتني الحياة. الله إلا بغاك راه كيعالجك في أي لحظة، وأي لحظة عطاك هذاك المرض ربي كيحيدو لك، ها وحدة. المهم كيعطيني بزاف الأمان، الله تبارك وتعالى كيعطينا الأمان، ماشي غنفقد ملي جاني كونسير غنفقد الحياة، غنفقد بزاف د الحوايج، لا أنا بقيت الناس اللي عرفوني بقيت على داكشي علاش كيعرفوني، كيعرفوني كنضحك نشيطة، كنبقى نهضر بزاف باش نمسى المرض ديالي. فعلا انا بديت كنقرا، كنت كان غادي الشعر كننعس فوق الاستاذ وكنخلي نصف الشعر، تصوروا هادي والله العظيم كان قالوا الاستاذة ديالي عامره بزاف، كنهزو كتحسي بشي حاجه بحال شي موس دخل في القلب ديالك، ولكن معليش الحمد لله الحمد لله، الله يجعلها لينا مغفره من الذنوب، الله يجعلها مغفره من الذنوب. المهم 50 ورا
غريبية